أحمد في المدرسة. دخلنا ساحة المدرسة. رحب بنا المدير. وقفنا نردد النشيد الوطني والعلم يرفرف عاليا. ثم فتحت المعلمة باب القسم ودخلنا بهدوء. قالت المعلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا معلمتكم، مرحبا بكم، اسمي بشرى، من يعرفني بنفسه؟ أحمد. أنا اسمي أحمد. بلال. وأنا اسمي بلال. هدى. وأنا أدعى هدى. المعلمة: شكرا لكم يا أبنائي، خذوا هذه الورقة وأحضروا ما كتب فيها غداً.